مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن حرف الدال او اسم الحرف حرف الدال. قدمناه قبل كده ازاي تقدمه المعلمة في قاعة النشاط او في الفصل مع الاطفال. الحركات الصوتية الثلاثة للحرف الدال الدي الدو، لعبنا باسماء الاطفال. بعد كده قدمنا حديقة كل الكائنات اللي فيها بتبدأ بحرف الدا او الدي او الدو، وقدمنا اخر حلقة وهنزل لكم الرابط بتاعها كيفية تصنيع دائرة مع دب بيتحرك بشكل بطريقة البوب اب ستوري في وسط المشهد. والنهاردة هكمل معاكم ونبدأ نعمل ازاي نعمل دودة بتزحف، وبرضو على جسم الدودة بيتشكل حرف الدو وبتدخل وبتخرج داخل مشهد في الحديقة. لكن قبل ما اكمل التصنيع بفكركم وبذكركم يا ريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان القناة تستمر معكم وبكم. دلوقتي نشوف طريقة التصنيع. الحديقة اللي أنا عرضتها عليكم بكل الشغل بتاعها، دي الحديقة الجديدة اللي أنا بكونها وبصممها معاكم. دي الحديقة الجديدة، عملنا فقط الدائرة وعملنا الدب. هعمل النهاردة الدودة داخل الحديقة بتاعتي. علشان أعمل الدودة أنا محتاجة الشريط من الورق. الشريط ده لازم يكون طول الصفحة، صفحة واحدة مش الصفحتين، يكون طول الصفحة دي كده مثلا، مش طول كل ده، لا طول صفحة واحدة من الصفحات. وهحتاج دودة تقصيها وارسمي عليها بالنقاط شكل حرف الداء وجسمها نفسه في شكل حرف الداء. وهحتاج قطعة من الورق اللي هعمل لها بيت الدودة ونبدأ نشتغل. هرسم زي عشب كده او مجموعة، تعالي على زاوية الورق واعملي كده بمنتهى البساطة وبالمقص. الزوايا دي هتتناسب مع الشكل هنا كده. هعمل عملية ثانية للجزء ده فقط بالمسطرة. اعمل عملية ثانية بالشكل ده وبالصمغ. هلصق هنا وهلصق هنا. وهلصقها في الجزء في الزاوية، في أي زاوية من زوايا الحديقة بتاعتك. ده الجزء رقم واحد. بعد كده هنجيب الشريط الورق بتاعي. الشريط ده مفروض انه هيتحرك داخل وخارج هنا. هتيجي عند المنتصف اللي هو نص الصفحة دي، وهاجي عاملة في الشريط ده مسافة وبالقلم حددي الجزء ده كده مثلا حوالي 2 سنتي، واتنيها بالشكل ده كده. وهحطها هدخلها تاني. خلينا بس نصبر على ده شوية يلصق. هدخلها داخل الحديقة بتاعتي. لحد ما ده ينشف وهمسك ده واحط عليه الصمغ، الجزء اللي انا عملت له ثاني. وهاجي عاملة غلق للكتاب عليها.
افتح هتكون بالشكل ده هنا كده بتتحرك رايحة جاية. ممكن اعمل هنا شق كده واعديها منه او ادخلها هنا مش هتتحرك معايا. هجيب الدودة والصقها في الجزء ده كده. طبعا الحركة دي تقدري تعملي بيها حاجات كتير، يعني ممكن نعمل ثعبان ونلفه حوالين العود بالشكل ده كده، وممكن بدل الدودة يبقى فيه ثعبان او حية ايا كان، هتلفيها بالشكل ده كده هتبقى جميلة جدا، وهتعملي عملية لصق وكأنه داخل وخارج وكأنه بيمشي وهيروح ويجي معاكي وهو لاصق، وهيروح ويجي معاكي ويتحرك، وهيبقى جميل جدا جدا. يعني عايزه اقول لك ان الحركه دي استغليها اكثر من استغلال، مش شرط انه يكون للدوده بس، لا هي دي حركه بتعلمك شيء بيتحرك على الارض. اي حاجه بقى بتتحرك على الارض حطي الشريط اشبكيه في الصفحه وخليه يتحرك للجهه المقابله واشتغلي على هذا الاساس. هلصق الدوده بتاعتي هنا كده، حاول ابعد عن الدب علشان ما تصطدمش مع الدب، وهدخلها داخل وخارج، تطلع وهتدخل مع حركة الكتاب، هتدخل وتخرج. ممكن نبعدها شوية عشان تبان بقية الحرف كده بالشكل ده، وبرده مش هتعاكس مع الكتاب، وهي هتدخل البيت بتاعها وتخرج، تدخل وتخرج معاكي. طيب اقدر ازينها؟ اقدر ازين واحط حاجات جماليه عليها علشان يبقى شكلها حلو؟ اقدر اجيب زهور جميله كده والصقها هنا كده مثلا على انه عشب على الارض، اي شيء حلو شكله حلو تقدري تلصقيه وهيديكي شكل جمالي جميل جدا. كده عملت بيت للدودة، ودي تاني جزء في الحديقة بتاعتي. دائرة، يبقى انا كده ادا تاني جزء في الحديقة بتاعتي بدأ يكتمل. في الحلقات اللي جاية هنبدأ نكمل حديقة حرف الدال بحركاته الصوتية، الدا والدي والدو. إلى الآن أنهينا الدو دب، الدا دائرة، الدو دودة، وانتظرونا في الحلقة القادمة نعمل دو دولفين، ودي ديك، ودا دجاجة، ودا ديناصور بإذن الله في الحلقات القادمة لتكتمل حديقة اسم الحرف الدال وحركاته الصوتية الدا والدي والدو. وأذكركم بتفعيل الجرس والاشتراك في القناة ولايك وشير، وإذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.